السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دائما مع نفس الموحد المحلي، نمر إلى تمرين رقم 6 منه. السؤال الأول هو حساب جيب تمام الزاوية ذات القياس ألفا وضل الزاوية ذات القياس ألفا، باعتبار أن جيب هذه الزاوية هو جذر مربع 7 على 3 وألفا هي زاوية حادة. إذن زاوية حادة بمعنى أن قياسها أكبر من صفر درجة، ألفا أكبر من صفر درجة وأصغر من 90 درجة. طيب الآن لنمر إلى حساب جيب تمام الزاوية ذات القياس ألفا. إذن نأخذ جيب تمام، إذن جيب تمام الزاوية ذات القياس ألفا. إذن كما تعلمون الزاوية هي زاوية حادة، وبالتالي فهناك علاقة ما بين جيب هذه الزاوية وجيب تمامها. العلاقة هي كالتالي: إذن مربع جيب تمام الزاوية ذات القياس ألفا زائد مربع جيب الزاوية ذات القياس ألفا يساوي 1. إذن مربع جيب تمام الزاوية ذات القياس ألفا هو 1 ناقص مربع جيب هذه الزاوية، أي مربع جيب تمام الزاوية ذات القياس ألفا هو 1. إذن بتعويض، جيب الزاوية ذات قياس ألفا بجذر مربع 7 على 3 نحصل على مربع جذر مربع 7 على 3، أي مربع جيب تمام الزاوية ذات قياس ألفا. إن بعد التبسيط نحصل على 2 على 9. وكما تعلمون الزاوية هي زاوية حادة، بمعنى أن قياسها أكبر من صفر درجة وأصغر من 90 درجة. في هذه الحالة فجيب تمامها أصغر من 1 وأكبر من 0، بمعنى أنه موجب. إذن من هنا ممكن القول أن جيب تمام هذه الزاوية هذه، أي كوسينوس ألفا، هو جذر مربع 2 على 9. وبالتبسيط نحصل على كوسينوس ألفا يساوي جذر مربع 2 على 3. وكذا نكون أعطينا قيمة لجيب تمام الزاوية ذات القياس ألفا. الآن نمر لحساب ضل هذه الزاوية هذه التي قياسها هو ألفا. إن كما نعلم أن هناك علاقة تربط بين جيب الزاوية ذات القياس ألفا، جيب تمامها وضل هذه الزاوية. العلاقة هي كالتالي: أي ضل الزاوية ذات القياس ألفا هو جيب الزاوية ذات القياس ألفا على جيب تمامها. طيب وفات ووجدنا أن جيب الزاوية أو جيب تمام الزاوية ذات القياس ألفا هو جذر مربع 2 على 3، ونعلم أن جيب الزاوية ذات القياس ألفا هو جذر مربع 7 على 3. إذن لنعوض نضع أو نحصل على ضل الزاوية ذات القياس ألفا هو جذر مربع 7 على 3 الكل على جذر مربع 2 على 3. وبتبسيط أو باختزال بالعدد 3 نحصل على ضل الزاوية ذات القياس ألفا هو جذر مربع 7 على جذر مربع 2. وهكذا نجد أن ضل الزاوية ذات القياس ألفا هو جذر مربع 7 على جذر مربع 2. إلى هنا نترككم ونقول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وإلى فرصة مقبلة إن شاء الله.